السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كي دايره الصحيحه؟ كي دايره اموركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جيت نشارك معكم خريجه وهي فلوق لواحد المنطقه قريبه من مدينه ازرو، هي منطقه راس الماء، يعني بلاصه كيربيو فيها الترويت لتربيه السمك. صراحه بلاصه مزيونه، حنا مشيناش للبلاصه اللي فيها تربيه السمك، واحد بلاصه قريبه منها يعني جنبها. هي فاش جلسنا كاين غازون، كاين اشجار، كاين حيوانات، يعني بزاف الحوايج كاين في هاد البلاصه هادي مزيونين. صراحه اكتشفناهم وقلت علاش لا تشارك معكم هاد البلايصه هادي، نتوما تكتشفوها وتشوفوا المنطقه كي دايره. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هنايا وصلنا بالسياره ونزلنا لانها كانت متقله، وقلنا نهبطوا لان الطريق شي شويه فيها الحجر، ونزلنا مطول باش تخفاف ما تبقاش تقص في الارض. مشينا على رجلينا واحد المسافه ماشي بزاف، ولكن حاولنا نتمشاو شويش. مناظر صراحة غزالة، منطقة الأطلس المتوسط مدينة أزرو بالمغرب. نتمنى تنال إعجابكم هاد البلايصات هادو، الهواء نقي جدا، مناظر خلابة ورائعة، وكتبدلي الجو كتصلي صراحة كترتاحي من الضغط ديال الدار، كتبعدي على الناس كيف نقولو دابا كورونا وبزاف الحوايج، يعني الواحد كيمشي لبلاصة فين غيرتاح وياخد راحتو قم بالواجب ديالو، يعني ما ينساش التعقيم والكمامة وبزاف الحوايج. اما بزاف الحوايج دوزناهم في هذا النهار وشاركتهم معاكم. هذه هي البلايصه اللي غنجلسوا فيها ان شاء الله، بلاصه زوينه ومتيسعه والشجر طويل يا الصفصاف، سبحان الله العظيم الشجر طويل هنايا. كتشوفوا معايا واحد الشجره هنا سبحان الله العظيم، فيها هادو خارجين ما عرف شنو هما، سبحان اللي خلقها، وكيقطر واحد الدميعات. الدميعات كانوا كيقولوا من العلك، ولكن هذا هو الصالح للتداوي ولا ما صالحش ما عرفتش. المهم انا غشت هاد الشجيره وصورتها ليكم.
وهنا غنوضعوا ديك الفاخر على ديك العويدات باش يشعلوا. وهنا الاخ ديالي هو اللي قبط حضر الطويجنات، تبارك الله عليه الطويجنات بشهيتكم، يا سلام رائعه جدا صراحه، عنده طويجنات يا سلام. وهنا الزوجه ديالو بنات لا فامي كيعاونوه، اعداد ديال الطاجين مغربي باللحم. وهنا غنعمر واحد جوج بريدات ديال الاتاي لان باقيين بلا فطور، عاد غنفطروا. سبقنا غدانا حطينا فوق الفاخر يطيب على تيتاه، وعاد قصنا فطرنا. التعميره ديال الاتاي على حقها وطريقها، شللت اتاي تشليله الاولى عاد شللت التشليله الثانيه، الاولى كترضيها والثانيه كتلوحيها، كديري النعناع ديالك والسكر، صراحه كيجي اتاي مسحر وبديل ولذيذ، غنقدمه بالصحه والعافيه. دابا رد بريداتي يتشحروا فوق النار، نشوفوا طويجناتنا فين وصلوا، هما وجدوا. إذا أبو بكر استمعكم
هذه المرحله مشينا عاوتاني زولنا شويه الخيل ركبنا فوق العودان ومشينا واحد المسافه حتى لواحد العوينه شربنا منها مويها عاد بعد عاد والله ما كتشبعي منه ما كتحسيش براسك يعني تقلتي بالماء خاص تبقى غير تشربي 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 ما كتحسي بوالو كتشربي معايا مشينا وديت معايا بنتي فوق العود قلت ما صورتش مزيان ان العود ما راكبش شويه وما غادي يجري بيا كنحاول باش ما تحليش البنت قلت لها غير نهزها بيد وحده 10 دقائق شحال تعطي نتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتعليقاتكم كتهمني والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله مع السلامه.